وصلى الله على نبيه الكريم. أخوات الفاضلات، الإخوة الأفاضل، تحية صادقة على تلبيتكم للنداء تخليد يوم الأرض الذي هو يوم صدامني مع الشعب الفلسطيني. وينضم هذا الشكل التضامني شعار تحيين ذاكرة واستنهاض الوعي. وهذا الشكل التضامني فهو بمبادرة من الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية والحقوقية المحلية لمدينة تازة، وهي حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، حزب النهج الديمقراطي، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل التوجه الديمقراطي، الاتحاد المغربي للشغل، الشبيبة الاشتراكية، الشبيبة الاتحادية، المركز المغربي لحقوق الإنسان، الهيئة الوطنية لحماية المال العام في المغرب، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الهيئة الوطنية لنصرة قضايا الأمة. وإليكم الكلمة. مثلت فلسطين وتمثل في وعي الشعوب العربية والإسلامية وقواها الوطنية خط تماس ضد التحالف الإمبريالي الصهيوني الرجعي العربي المعادي للحرية والنماء. كما تشكل فلسطين موضوع استنهاض لقوى العمل التحرري من كل سبائية كيفما كانت. كما مثلت فلسطين في الضمير الإنساني العربي والإسلامي الجماهيري الحاضنة الأمثل للهوية التحررية وقاعدة ارتكاز للشخصية الحضارية لهذه الجماهير في مواجهتها لمسخ وتشويه الهوية. كما تشكل فلسطين إلهاما ونبراسا لإمداد الإنسان العربي المضطهد بعوامل الصمود ضد ابتلاء الهزيمة. بل ارتسمت فلسطين ضميرا حيا لحياة هذا الإنسان، ولأنها كذلك وستظل فقد عملت قوى التحالف الإمبريالي الصهيوني عبر استبداد الأنظمة إلى استباحة الأوطان ونهب ثرواتها ومحاصرة وخنق كل مشروع إنمائي داخلي غايته التحرر والانعتاق. من أجل كل هذا جئنا اليوم الذي هو يوم 30 مارس يوم الأرض للتعبير للشعب الفلسطيني عن صادق تضامننا معه في كفاحه من أجل الحرية والعودة إلى وطنه المغتصب وتقرير مصيره. كما جئنا أيضا لنعبر للحكومة المغربية بما يلي: رفضنا القاطع للتطبيع وتشبثنا بالمقاطعة العربية الإسلامية للكيان الصهيوني الإسرائيلي باعتبار أن هذه المقاطعة لا تتعارض مع المبادئ العامة للقانون الدولي، وهي مقاطعة مشروعة في حال انتهاك صارخ لأحكام ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الصادرة عنها. قطيع 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 الصهيونية، قطيع 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 الصهيونية، قطيع 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 الصهيونية، قطيع للتطبيع وتشبثنا بالمقاطعة العربية الإسلامية للكيان
الإسرائيلي باعتبار أن هذه المقاطعة لا تتعارض مع المبادئ العامة للقانون الدولي، وهي مقاطعة مشروعة في حال انتهاك صارخ لأحكام ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الصادرة عنها، وانتهاك الكيان الصهيوني لشرعية الأمم المتحدة والقرارات الصادرة عنها أكثر من أن تعد وتحصى في شتى المجالات. كما أن المقاطعة لا تتعارض لا مع منظمة التجارة العالمية ولا مع المبدأ الخاص بحرية التجارة، كما أنها لا تقوم على أساس التمييز في المعاملة بسبب الدين أو العرق أو تدخلا في الشأن الداخلي وفق ما جاء في ميثاق الأمم المتحدة. ثانيا، إن سلطات الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي تخرق يوميا سائر القوانين الدولية الخاصة بإدارة الأراضي المحتلة، لا سيما ميثاق واتفاقيات جنيف، وترفض الاستجابة للمنظمات الحقوقية الدولية والصليب الأحمر الدولي، وتمضي في زج المزيد من الفلسطينيين والفلسطينيات في السجون، وبقرارات تعسفية. ولذلك نتشبث بالإفراج الفوري عن سائر المعتقلين المصابين بأمراض مستعصية، وتحسين الظروف الصحية للسجناء، وكفالة حقهم في المعالجة والغذاء الملائم، وقراءة الصحف وتبادل الرسائل مع أهاليهم، والسماح للهيئات الدولية المعنية كالصليب الأحمر واللجان الأخرى المشكلة بقرارات عن الجمعية العامة بزيارة سجون الاحتلال وبالتحقيق في أوضاع المعتقلين الفلسطينيين. وإلزام سلطات الاحتلال بتنفيذ ميثاق واتفاقيات جنيف الخاصة بالمعتقلين في سجون الاحتلال. ثالثا، الاستمرار في دعم المقاومة الفلسطينية بمختلف أشكالها، دعمها اقتصاديا ودبلوماسيا بما يوفر شروط الحياة للدولة الفلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف، وإرساء قواعدها وفق مبدأ حق الشعوب تسع للشعب الفلسطيني بكل أطيافه. رابعا، تثميننا لقرار الجامعة العربية الصادر عن اجتماعها الأخير بعدم الاعتراف بالكيان الإسرائيلي الصهيوني كدولة يهودية، وتشبثنا بهذا القرار واستمراريته ودعمه في المحافل الدولية والمنتديات والمنظمات الدولية. حرر بساسة وتولي بتاريخ 30 مارس 2014. والشاهد ارتاح ارتاح، صلوا واصلوا ارتاح، صلوا واصلوا.